صباح الخير عليكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا فيها حاجة حلوة. حلقة النهاردة من فندق كاتاراكت. بحب أشكر ميس أميرة ومستر أحمد عبد الحميد على مساهمتهم إن الحلقة تطلع بالشكل المتميز ده. هيكون معنا في أولى فقراتنا النائب أحمد محمد زيدان اللي هيكلمنا عن خدماته في خدمة دايرته أهالي الساحل. شخصية قدرت في سن صغير جدا تحقق إنجازات كبيرة جدا. أرحب بحضرتك. أهلا بيك يا فندم، شرفت بيك. أنا أسعد. كلمنا بقى في البداية، عرفنا بنفسك وعرفنا عن الخدمات اللي حضرتك قدرت تقدمها لأهالي دايرتك. أنا النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن دايرة الساحل بشبرا طبعا، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وعضو تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين، عضويتي رقم واحد أول من قام بحلف اليمين الدستورية في البرلمان ما بعد ثورة 30 يونيو، فطبعا دي حاجة طبعا برضو حاجة مهمة جدا بالنسبة لي. طبعا الفضل يرجع لربنا سبحانه وتعالى ثم الاهل دايرتي المحترمين طبعا اللي قدروا يعني فعلا يحققوا. انا قلت لهم هتحققوا الاعجاز وليس الانجاز، ان يكون سن النائب عندكم 28 سنه. انا نجحت وانا سني 28 سنه انتخابات فردي في دائره الساحل، وهي الدائره الاولى على مستوى محافظه القاهره من الدوائر ذات الثقل السياسي، و و و و وكان يعني موجود على الساحه السياسيه فيها شيخ نواب مصر الحاج سيد رستم و رحمة الله عليه والحاج أحمد طه رحمة الله عليه، كانوا أعضاء مجلس النواب مؤثرين داخل مجلس النواب المصري. يمكن دائرة الساحل من الدوائر المهمة جدا على مستوى محافظة القاهرة، عددها كبير، يصل إلى 1,200,000 نسمة، وبالتالي حضرتك بتتكلمي على دائرة كثيفة السكان، دائرة فيها كل طبقات المجتمع، دائرة شبرا يعني يكفيني أنا أقول كده شبرا وأهلي شبرا. وبالتالي فكان فكرة طبعا وجودي كعضو مجلس نواب وان انا اكون قائم على خدمات اهل الدايرة، اولا ده شرف اعتز بيه. ولما جينا يمكن تواصلنا معناه بشكل كبير جدا ان الواحد يعني يقدر يتطلع ويعني يتفقد المشاكل اللي بيعاني منها المواطنين. كان هناك طبعا انا عندي القطاع الصحي في الدايرة، انا عندي مستشفى معهد ناصر مثلا عندي في الدايرة من اكبر المستشفيات على مستوى مصر وليس فقط على مستوى محافظة القاهرة. كان في البداية دي يمكن اول حاجة عملتها، ودي كان في شهر 6/2016 عقب حلف يمين بخمس شهور، تم اعتماد ما يقرب من 96 مليون جنيه لتطوير ليس فقط معهد ناصر. كان 64,731,000 مستشفى معهد ناصر، 25 مليون جنيه مستشفى الساحل التعليمي، و7 مليون جنيه مستشفى الخزندارة. ده بالنسبة لقطاع وملف الصحة. احنا يمكن احنا بنتكلم على ابرز الخدمات، ولكن طبعا التي يعني الخدمات اللي قدمت كانت بشكل كبير جدا. ملف الصحة ده من الملفات المهمة جدا، واللي انا كنت يعني بالنسبه لي بقى يعني بحط نصب يعني عيوني ان انا اشتغل بشكل كبير جدا فيه بشكل محترم، لان الصحه والتعليم هم احنا محتاجين ناخد مجال بالظبط اللي المواطنين بيبقوا محتاجين فيها خدمات بشكل كبير جدا. كان مثلا في مشروع كبير جدا ده الحمد لله تم، كان مشكله صرف صحي وميه لمنطقه عندي اسمها مساكن محي القبليه. كان الناس بتعاني من قلب الستينات، وده طبعا ده بمساعده طبعا المسؤولين والقيادة السياسية وتوجه الدولة ان احنا يكون هناك تغيير للبنية التحتية. تم اعتماد ما يقارب 9,600,000، تم تغيير شبكة المياه وشبكة الصرف الصحي في تلك المنطقة الحمد لله بعد طبعا جهد. احنا كان عندنا مشكلة كبيرة الفترة اللي فاتت يمكن خدنا بالنا منها، وكانت تمت في اكتوبر، وكان في تجمع برضو ازمة الصرف دي كانت كارثة. عامة البنية التحتية ده موضوع مهم جدا لاي دولة، ويمكن كمان من الخدمات التي لابد ان تكون موجوده بشكل لائق للمواطن المصري، فكره الميه وطبعا الصرف الصحي، يعني دي خدمات مهمه جدا. وتم الحمد لله عمل المشروع بشكل كامل، وده يمكن جه بعد جهد قعد معايا ثلاث سنين بشتغل على الملف ده بس، الصرف الصحي والميه، عشان اعتماداته الماليه كبيره طبعا. بالنسبه لدائره واحده متخرجه من موازنه الدوله، برضو احنا شغالين الفتره دي بصفة نائب دائرة الساحل عن المبنى الملحق بمستشفى معهد ناصر. المبنى ده في مشكله من 1991. معهد ناصر كمان يمكن من الاماكن اللي محتاجه يعني محتاجه فعلا اهتمام كبير جدا، لانه مكان كبير. صحيح. ومحتاج خدمات، واعتقد محتاج تمويل مادي كبير عشان نقدر ننهض بيه بالشكل المطلوب. انا يمكن اقول لك على المبنى الملحق بتاع مستشفى معهد ناصر من 1991. المبنى ده قائم بالفعل من 8 طوابق، حتى الان لم يتم التشغيل. احنا بنتكلم يعني ما يقارب ال 20 عاما او يزيد. وبالتالي احنا بنتكلم على مبنى قائم 8 طوابق. انا اتكلمت فيه مع معالي الوزير السابق احمد عماد الدين، ثم الوزيره الحاليه الدكتوره هاله زايد. كانت التكلفه تصل ل 300 مليون جنيه. انا يمكن طبعا عشان يعني طبعا موازنه الدوله احنا بنناقشها، فعارفين طبعا ايه التداعيات والتبعات الخاصه بيها.
يمكن ملف الصحه الوزيره قالت، انا قلت لها انا مش عايز ان المبنى كله يشتغل بكامل طاقته مره واحده، عشان طبعا 300 مليون جنيه تخصص لمنطقه واحده ده امر صعب بموازنه الدوله وخصوصا قطاع الصحه. ولكن قلت ناخدها ستيب باي ستيب، خطوه خطوه، ان احنا نطور مثلا مبنى الدور الاولاني في الدور الثاني في الدور الثالث، حتى لو هتتم على سنين احسن ما احنا واقفين من بقالنا 20 سنه. خليني اسال حضرتك سؤال، انا عارفه انه سؤال يعني ممكن يكون هجومي شويه، بس ده السؤال اللي بيدور في معظم اذهان الناس، بيبتدوا يقولوا طب معلش الفلوس اللي بتتصرف في الاعلانات، طب الفلوس اللي بتتصرف في المؤتمرات، الحاجات دي لو تم تخصيصها عشان مثلا نطور بيها المستشفيات اعتقد ان دي هتكون خدمه احسن من الاعلان اللي مثلا بيطلب التبرع للمكان ده، هيكون خدمه احسن من المؤتمر اللي اتعمل وتكلف مثلا الشيء الفلاني ان انا اخدم حاله فعلا موجوده. حضرتك عارف انه يعني بالذات ازمات المستشفيات دي اكتر حاجه واقعه عندنا في مصر. صحيح. يمكن اقول لحضرتك على حاجه، يمكن احنا هجيبها لك يعني زي خطوه خطوه برضو، ان قانون التامين الصحي الشامل اللي صدر مؤخرا والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلقه منذ يومين بالظبط في بورسعيد كاول محافظه ان هي تتبنى الموضوع ده. قانون التامين الصحي الشامل هيخلي مصر تتغير تماما في ملف الصحه. القانون ده كان حبيس الادراج منذ سنوات عديده، يمكن مجلس النواب جه واصدرنا هذا القانون، ثم القياده السياسيه طبعا بدعم القياده السياسيه ان القانون يصدر الى النور ويتم دعمه بموارد ماليه كبيره جدا. فمساله الصحه ان شاء الله خلال السنوات القادمه هيكون فيها تحسن كبير جدا. هل في ناس هتتشال من التامين زي ما اشاعات بتقول؟ لا 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 خالص، قانون التامين الصحي الشامل ده معمول عشان كل مواطن مصري يكون له الحق فيه الرعايه الصحيه، كل مواطن. يعني الان احنا مش شغالين على العلاج على نفقه الدوله ولا العلاج على نفقه التامين الصحي او العلاج مع الشركات الخاصه بالنسبه للموظفين الخاصه. صح، ميدي كير. بالظبط كده، لكن بعد ما قانون التامين الصحي الشامل هيشمل كل المحافظات، وممكن الدوله واخده منحه محترم جدا ان احنا هنبدا بخمس محافظات كبدايه، بورسعيد، اسماعيليه، السويس، شمال وجنوب سيناء. تمام. دي كباكوره انتاج قانون التامين الصحي الشامل. ولازم المواطن يسجل ولا؟ بيسجل بياناته وبيروح بيسجل بياناته، وعشان بعد كده تقدم ليه الخدمه الصحيه بالشكل المطلوب والشكل المحترم. حضرتك اتكلمت على موضوع المؤتمرات، المؤتمرات لا تكلف موازنه الدوله اي مبالغ ماليه. موازنه الصحه بيتم اعتمادها من جانب مجلس النواب للصحه فقط. موازنه التعليم بيتم اعتمادها للتعليم فقط. المؤتمرات دي غير داخله في موازنه الدوله، فبيتم دعمها من رجال اعمال وليس مش داخله في موازنه الدوله، وبالتالي هي غير مؤثره على الخدمات اللي بتقدم للمواطن. أيوة. ولكنها فقط هي بيكون رجال اعمال قائمين بيها، لان دي واجهه مصر. انت بتعمل مؤتمر زي مثلا النتائج الايجابيه الكبيره جدا على مؤتمرات الشباب اللي اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فكره ان الشباب يكونوا موجودين. راي حضرتك في ده ان الشباب دلوقتي بقوا واخدين مناصب يمكن ده مش هيغير شويه من الاتجاه العام في الدوله كسواء بقى فكر وبناء وكل حاجه انها تتبني على وجهه نظر شباب؟ هقول لحضرتك على حاجه ودي شهاده حق. الاتجاه اتغير بالفعل، يمكن اللي قاعد قدام حضرتك ده نائب دخلت المجلس وانا 28 سنه منتخب. قدرت تكسب اصوات الناس ازاي؟ منتخب. هقول لحضرتك رغم ان كان قدامك عمالقه في الموضوع، بس انا هقول لسيادتك على موضوع الشباب ده بالذات، ان يعني 28 سنه ومنتخب، هقول لحضرتك ازاي قدرنا نقنع الناس بالتجربه دي. ولكن فكره مؤتمرات الشباب ودعم مؤتمرات الشباب وانها تكون تحت رعايه القياده السياسيه، و ان كمان الناتج من مؤتمرات الشباب بيكون مهم جدا. احنا يمكن لاحظنا من خلال اسبوع بس او اقل كمان، من خلال تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين اللي هي طبعا اطلقها السيد الرئيس السيسي، تم تعيين 5 من نواب المحافظين من تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين. وده دليل ان الدوله لديها مصداقيه والقياده السياسيه لديها مصداقيه انها تضخ بالشباب في المناصب القياديه. يمكن احنا جينا في مجلس النواب منتخبين، القياده السياسيه اصبحت بتجيب الشباب كمان في السلطه التنفيذيه، وده امر جيد. احنا الشباب بيشكل 60% من المجتمع المصري وهو السواد الاعظم، وبالتالي من الاهميه بمكان ان يكون الشباب موجودين وبقوه، سواء على الساحه فيما يتعلق بالتشريع والرقابه كمجلس نواب، او حتى في السلطه التنفيذيه كنواب للمحافظين او محافظين، واتوقع كمان الفتره القادمه مساعدين للوزراء ووزراء يكونوا شباب داخل الحكومه. سؤال حضرتك ازاي انا قدرت اقنع الناس، يمكن اقول لحضرتك على حاجه،
ليست فقط دائرتي، ولكن طبعا المواطن المصري كان عايز يشوف تجربة الشباب هتعمل ايه، هل يا ترى هتنجح ولا هيكون ليها تبعات سيئة. الناس كانت عايزة تشوف وجه جديد، حد مثقف، حد لديه القدرة والوعي ان هو يشتغل، ان هو يقدر يتواصل معهم بشكل كبير جدا، لان انت كونك ان انت تكون منتخب فبالتالي انت مسؤول عن قطاع كبير جدا من المواطنين في كل الملفات، ملف الصحة وفي ملف التعليم، ده بالنسبة للخدمات. ويمكن فيما يعني المتعارف عليه وفقا للدستور ان النائب شغلته الرئيسيه هي التشريع والرقابه، تشريع القوانين للدوله المصريه ورقابه اداء الحكومه من خلال طلبات الاحاطه والاسئله والبيانات العاجله وما الى ذلك. ولكن احنا شغالين حاجتين، انت نائب خدمات لان دي ثقافه مجتمعيه اصبحت موجوده ان النائب برضو لازم يخدمني ويقدم لي خدمات، الى جانب الدور الرئيسي لعضو مجلس النواب وهو التشريع والرقابه. طيب خليني بما ان حضرتك قلت الجزء الخاص بطلبات الإحاطة وجزء الخاص بتعيين النواب نفسهم، انتخاب النواب وليس تعيين. طيب انتخاب النواب، خليني بس أسأل حضرتك على حاجة، معلش احنا معظم الشعب بيسمع عن النايب اترشح النايب مشي، تمام، في ناس في الدايرة بتبقى حتى مش عارفة اسم النايب، صحيح، ويعني ما بتستفادش من النايب غير إزازة الزيت وكيس السكر اللي بياخدهم ساعة الانتخابية، تمام. حضرتك رأيك ايه؟ يمكن اقول لحضرتك على حاجة، انا نجحت في الدايرة الأولى زي ما قلت لحضرتك في الساحل، وأنا ميزانية الحملة لا تتعدى 38,000 جنيه. أنا ضد هذه السياسة تماما، سياسة المال السياسي. الناس أصبح لديها وعي كبير جدا بالمسألة دي، الناس أصبحت بتنتخب اللي هي حاسة إن هو هيقدر يقدم خدمات ليهم وهيقدر يكون متواصل معاهم، ومش بعد ما ينجح ما يشوفهوش. أيوة لأن طيب، وأنا عايز ده موضوع مهم. أنا كحد ما عنديش أي وعي خالص بموضوع السياسة، حد بسيط جدا، عرفت إن في نايب اترشح لدايرتي، النائب ده يقدم لي ايه؟ يعني انا ما اكون محتاجه ايه اروح للنائب؟ كل الخدمات، يعني يمكن اقول لك حاجه، النائب بصفته ان هو عضو مجلس نواب مصر، لان انت مجرد ما بيتم انتخابك بتنتفي الصفه بالنسبه للدايره، انت عضو مجلس نواب مصر. تمام. اولا هو مسؤوليتنا التشريع والرقابه للدوله المصريه، وده وفقا للدستور. النقطه الثانيه ان انت تقدم خدمات لدايرتك، مثلا حد مثلا عايز سرعه العلاج على نفقه الدوله تتدخل، حد عايز مثلا ما عندوش مصدر رزق فالدوله عامله شغل كبير جدا في المساله دي فيما يتعلق بالمعاشات، مثلا زي معاش تكافل وكرامه، وزي معاشات خاصه مثلا مؤسسه الازهر، فالموضوع ده اللي هو بيت الزكاه، يعني بيت الزكاه والصدقات المصري، فالنائب بيتدخل عشان سرعه اجراء البحث الاجتماعي على المواطن ده، عشان يعني الدوله تعرف هل ده يستحق او ما يستحقش. طبعا طبعا ده مهم جدا، وخلي بال حضرتك ده دور مهم جدا جدا جدا، لان المواطن يعلم تماما ان دور عضو مجلس النواب هو التشريع والرقابة، ولكن ما يشعر به المواطن هي الخدمات المقدمة ليه في الملفات اللي هو بيهتم بيها، سواء في تعليم، في صحة، في مثلا حد حاسس ان في حد جه على حقه فبيحاول يعني يروح للنائب الخاص بيه يقول له ان انا حاسس ان حد جه على حقي. يعني انت المفروض ظهر الشعب. طبعا. صح؟ طبعا. طيب هل فعلا ممكن يكون الطلبات اللي بتقدم عند مثلا معظم النواب بتتركن في الدرك؟ بصي، كتقييم قائم مجلس النواب الحالي للتشريع والرقابه، هو انجز ما لم ينجزه البرلمانات الماضيه، يعني كتشريع قوانين للدوله المصريه، كان احنا حتى بنعمل فكره الانتجريشن، التكامل ما بين السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه، عشان احنا جينا في وضع كانت الدوله محتاجه ان يكون هناك مؤسسات للدوله المصريه، مؤسسات قويه تقف خلف القياده السياسيه عشان نقوم بالبلد دي، وهو ده اللي حصل، والبطل فيها هو الشعب وليس اي احد اخر. يمكن الرئيس السيسي دي كلمته دايما، البطل في هذا الامر هو الشعب المصري، ان الشعب هو اللي دفع فاتوره الاصلاح الاقتصادي، الشعب هو اللي تحمل القرارات الاقتصاديه الصعبه، عشان الشعب ده فعلا عايز يبني بلده. يمكن اقول لحضرتك على حاجه، هناك يعني نواب عديدين يعني داخل هذا المجلس، طبعا كل نائب بيتكلم طبعا على لسانه، انا اعرف اتكلم عن لساني فقط، لا بيبذلوا جهد كبير جدا في خدمة المواطنين. ازاي تقدر تعرف الناس بيك؟ لازم يكون ليك مكتب خدمة مواطنين، مكتب ده ليه مواعيد مفتوحة، المواطنين عارفين مكتبك فين، بيروحوا لك لو في اي حاجة، يكون ليك مثلا، احنا الزمن دلوقتي السوشيال ميديا ليها يعني سيطرة كبيرة جدا على الرأي العام. انا من ضمن النواب، السوشيال ميديا بالنسبه لي مهمه جدا، بعرض من خلالها شغلي وبشير على الصفحات الخاصه بالمواطنين داخل الدايره، عشان اقدر اقول لهم ايه اللي تم لدايرتكم وايه اللي حصل، ونقدر من خلالها تعلن عن مكتب خدمه المواطنين عشان الناس تبقى عارفه مكتب النائب فين، لان لو عندي مشكله اقدر اروح له واتواصل معاه، فده امر مهم جدا. وفي الاخر انت منتخب من الشعب، فالشعب ليه فضل عليك بعد ربنا سبحانه وتعالى، ولازم ان انت تؤدي خدمات بشكل محترم، لانها امانه ستسال عليها قدام ربنا سبحانه وتعالى. طيب قولي حضرتك انجازاتك في ملف الشباب والرياضه.
هقول لحضرتك في ملف الشباب والرياضه، وده ملف مهم جدا باعتباري نائب شاب. احنا عندنا، انا عندي مركز شباب الساحل ده في دايرتي، ده 14 فدان، من اكبر تاني اكبر مركز شباب من حيث المساحه على مستوى الجمهوريه. يمكن انا استغلته استغلال ايجابي. ده كان من اول، دي في اول حاجه اتعملت لدايره الساحل كان في شهر 3/2016، تم اعتماد 3,070,000 بالظبط. تم انشاء مثلا مدرج لملعب كره القدم، تم تطوير صاله الجيمنازيوم الخاصه بذوي الاحتياجات الخاصه، وده امر مهم. تم تطوير غرف خلع الملابس اللي في مركز الشباب كله، ده طبعا لخدمه الشباب اللي هم بيترددوا على مراكز الشباب. استغلته مره تانية في، طبعا استغلال ايجابي، فكره ان مساحته دي شاسعه وبالتالي لابد من استغلالها استغلال محترم. عقدت فيه ملتقى توظيف بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه، ملتقى توظيف لتوفير فرص عمل للشباب. الكلام ده كان في 3 مايو 2017، كان بحضور وزير الشباب والرياضه، كان توفير 6000 فرصه عمل في القطاع الخاص. طبعا لعدم، طبعا الجهاز الاداري للدوله في هناك عدد كبير جدا في موظفين في الجهاز الاداري للدوله، ومفيش وظائف حكوميه في التوقيت الحالي، ولازم لابد يتم الاعلان عنها اعلانات رسميه. فكان المفترض ان احنا، وانا بصفتي نائب ده، افكر افكار خارج الصندوق ازاي اوفر فرص عمل للشباب. فعملت ملتقى توظيف بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه، وكان قبله في 2016 بالتعاون مع وزاره القوى العامله. يعني في 2 ملتقى توظيف اتعملوا داخل مركز شباب الساحل وبالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه، عشان نقدر نوفر فرص عمل في القطاع الخاص يتضمنها مرتب محترم، يتضمنها تامينات اجتماعيه، يتضمنها تامينات طبيه. فيكون حتى احنا ساعتها يعني بنشتغل على فكره تغيير ثقافه الشاب. دايما الناس اتعودت لو وظيفه ميري لا فلا. يعني بقت صعبه خلاص تبقى بالواسطه. لا حتى مش موجوده. لا اقول لحضرتك على زمن الواسطه في الوظائف الحكوميه انتهى، وده كلام اسال عنه، انتهى تماما. هناك قانون يسمى قانون الخدمه المدنيه، تم اصداره من جانب او اقراره من جانب مجلس النواب، له لائحه تنفيذيه. لا يتم تعيين اي موظف حكومي الا من خلال اعلان رسمي يتم نشره عبر الجرائد الرسميه وعبر الموقع الرسمي، ويكون في امتحانات للمتقدمين لنيل الوظيفه او لشغل الوظيفه دي، بناء عليها يتم التعيين. غير كده استحاله. حضرتك بتتكلم عن الوظائف، اي شاب بيروح يتقدم لاي وظيفه دلوقتي بيطلب منه حاجتين، والله احنا محتاجين خبره سابقه، او محتاجين معاك اجاده تامه للغه الانجليزيه، معاك كورسات كمبيوتر، تمام؟ ويمكن دي حاجه بتقابل معظم الشباب، بيبقى مثلا معظمهم خريجين مدارس حكومه فما معاهوش لغه، لسه متخرج فما معهوش خبرة، أنا لسه يعني ما عنديش. تمام. فإحنا محتاجين يعني من ضمن تطوير الشباب والرياضة ومن ضمن مراكز الشباب، ليه ما نعملش مثلا جزء، يبقى الجزء ده في أدي كورسات دورات تدريبية بالظبط إنجلش كمبيوتر، إن ده فعلا الشباب محتاجينه جدا. دي حقيقة. فين شهادتك؟ دي حقيقة. بس أنا أقول لحضرتك على حاجة، دايما الوظيفة لما بيتم طرحها بتبقى على حسب المؤهل الوظيفي. يعني مثلا ممكن وظيفه لازم، لا يعني اقول لحضرتك الحاجه، مثلا خريج التعليم الفني ده اوريدي تعليم فني، وبالتالي شغلته اللي هو يشتغل في المصانع و و و و الشغل الثاني اكيد انا مش هاجي تشتغل كاشير بيقول لك انا عايز كمبيوتر، ده طبيعي لان انت هتتعامل مع جهاز كمبيوتر. دلوقتي بقى التعليم، ويمكن خلي بالك في تطوير في التعليم خلال الفتره الحاليه، ان لازم فعلا الخريج يكون مؤهل لسوق العمل. سوق العمل دلوقتي بيتطلب ايه؟ حضرتك بتقولي ولو كاشير، يعني ده ابسط حاجه. هيتطلب ايه؟ هيتطلب ان انا لازم اكون على معرفه ودرايه كامله بيه الكمبيوتر وازاي اتعامل معاه، وكذلك برضو ان انا اكون على درايه بلغه محترمه. دور الدوله ودورنا احنا كاعضاء مجلس النواب اللي احنا نسعى فعلا في توفير دورات تدريبيه، سواء مثلا في عقد مثلا دورات للكمبيوتر وازاي تتعامل معاه، او حتى دورات للغه الاجنبيه، وده امر مهم لان اصبحت دي متطلبات سوق العمل، وبالتالي لازم الشباب يشتغل على نفسه في المساله دي. صح. ده مهم، عشان حتى انت لما تيجي تقدم يبقى انت كواليفايد، يبقى انت مؤهل ان انت تاخد الوظيفه دي، اي وظيفه كانت خلال الفتره القادمه. الفكره كلها ان انت لما تيجي تتخرج سوق العمل ليه متطلبات، لو المتطلبات دي مش موجوده احنا عايزينكم بقى تساعدوا الشباب. ده طبعا ده ضروري، مش لاقي شغل ده ضروري، ده مهم فعلا. ويمكن حتى ممكن مع اكتر من اجهزه في الدوله، مثلا مع وزاره الشباب والرياضه في المساله دي بنتعاون فيها، مع القوى العامله، مع القوى العامله ممكن في المساله دي، مع التربيه والتعليم في المساله دي، مع جهاز المشروعات الصغيره والمتوسطه متناهيه الصغر اللي هي بتدي قروض بنسبه 5% انها تقوم مشاريع شبابيه. فكره ان احنا نخرج بافكار خارج الصندوق، عشان ده مهم، يعني اوت اوف ذا بوكس، ان انت تتكلم اوت اوف ذا بوكس، وان انت تتعامل مع الشباب بالشكل المحترم ده، وهتاخد ناتج ايجابي جدا جدا. يمكن اقول لحضرتك على حاجه، المانيا اللي هي من اعرق الدول،
الاقتصاد الالماني قايم على التعليم الفني وليس على التعليم اللي هو الجامعي اللي هو فكره ان انا خريج طب هندسه حقوق اقتصاد وعلوم سياسيه او لا، هم دوروا في فكره تانية خالص على فكره التعليم الفني، بدليل ان اكبر صناعه سيارات في العالم موجوده في المانيا. انا بشكر حضرتك جدا ولضيق وقت البرنامج. ان شاء الله هيكون معانا وعد ان احنا نشوف تغطيه خارجيه. شرفني. مع سياده النايب. شرفني. نشوف بقى الامر على الواقع وعلى الطبيعه. يشرفني فعلا، وانا سعيد جدا بوجودي مع حضرتك، وان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه يكون فيها يعني مزيد ان شاء الله من الانجازات للدوله المصريه ومزيد من الاستقرار على كافه الاصعده، المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وان شاء الله باذن الله الشعب المصري هيجني ثمار الفتره اللي فاتت دي ان شاء الله، والفتره اللي جايه تشهد ان شاء الله اهتمام كبير جدا بالشباب المصري وتطلعاتهم وطموحاتهم. ان شاء الله. شكرا جدا. جزيلا. شكرا. واعزائنا المشاهدين هنخرج مع بعضينا فاصل قصير ونرجع نكمل بقيه حلقتنا.